أثارت تصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بشأن اللاعب الدولي السابق زين الدين زيدان انتقادات واسعة. السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم من جديد، وزي ما عودتونا وعودناكم ما ننساش نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وكمان نوحد الله، ولو مش مشترك يا ريت تشرفنا بالاشتراك وفعل جرس التنبيهات ليصلك جديد القناة. أثارت تصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نيول لوغريد بشأن اللاعب الدولي السابق زين الدين زيدان انتقادات واسعة من طرف سياسيين ورياضيين. وجاءت هذه التصريحات خلال حديث لإذاعة فرنسية بشأن احتمال تدريب زين الدين زيدان لفريق الديوك. قال فيها لوغريد: لم أكن حتى لأرد على المكالمة لأقول له ماذا. مرحبا يا سيد، لا تقلق، ابحث عن نادي آخر، ولقد توصلت إلى اتفاق مع ديشان. ومن ناحية أخرى اعتبر المهاجم الفرنسي كيليان مبابي هذه التصريحات قلة احترام للأسطورة الفائز بكأس العالم، فيما طالبت وزيرة الرياضة إيملي أودية لوغريد الاعتذار لزين الدين زيدان. ويذكر أن عقد ديشان انتهى بشأن كأس العالم في قطر، حيث خسرت فرنسا حاملة اللقب أمام الأرجنتين بركلات الترجيح بعد نهائي مثير في الأول من ديسمبر الفائت. أخي الكريم، لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلك جديد القناة. دمتم في رعاية الله وأمنه.